دكتور حسام، خلينا نتكلم في البداية عن كل فريق بيبقى ليه نقاط القوة ونقاط الضعف، كل فريق بيبقى ليه قوة الضربة بتاعته. خلينا نبدأ بفريق طلائع الجيش، مين القوة الضربة النهاردة في فريق طلائع الجيش اللي الزمالك لازم يبقى واخد باله منهم كويس قوي خلال المباراة؟ المباراة السابقة اللي اتلعبت كان في اتنين مميزين جدا، ومعاهم شهاب. طبعا شهاب ده مركز ثلاثة، كان احمد محمد عبد العال في مركز أربعة، واسلام عبد السميع مركز اتنين، ومعاهم شهاب في نص الملعب. احمد عبد العال طبعا لعيب خبرة كبيرة جدا، لعيب منتخب مصر ولعيب سابق في النادي الاهلي، استعان بنادي الجيش السنة دي، عمل مباراة كويسة جدا امام الزمالك المباراة السابقة. طبعا هو لعيب مميز جدا في الاستقبال في الكرة الاولى، فبالتالي احنا محتاجين النهاردة اللي احنا نبعد الكرة اي كرة اولى عن احمد عبد العال. لازم نستغل يوسف العنتبلي، ولازم نستغل نوعا ما نحرك الليبرو، نبقى دايما يبقى يتحرك ناحية يوسف، هتفرق معانا كتير قوي. وطبعا اسلام، الاسلام احنا قلنا اللي هو ابتدى يلعب كأوبزيت لإصابة احمد قطب تقريبا، احمد قطب مش موجود في التشكيل فاكيد في إصابة. اسلام اجاد المباراة السابقة، وانت فاهمة طبعا والناس المتخصصين في الكرة الطايرة عندنا محور الأوبزيت ده في المستوى العالي في الكرة الطايرة هو المكسب، هو اللي بيكسب، هو اللي بيخسر الفريق. طبعا اسلام نسبته كانت عالية جدا المباراة السابقة. عايزين زي ما انا قلت في بداية اللقاء اللي احنا دايما يبقى فيه الرسالات في اتجاه اسلام عشان نوقفه خالص، يبقى عندنا دايما اللعب المقري نص الملعب ومركز أربعة. نفس الكلام عندنا شهاب، شهاب ده لاعب سابق عندنا في نادي الزمالك، شهاب من النوع اللي بيضرب بالنقطة عالية جدا. شهاب المباراة السابقة كل كرة مضروبة منه كانت نقطة، فاحنا محتاجين النهاردة لعيب التلاتة ما يعني تبقى مركزة، يبقى الشغل بتاعنا شغال، المان بتاعك أساسي ولازم تهتم بيه، ولازم تبقى يعني زي ما تقول لآخر لحظة تخليك بتقرأ. صحيح. اقرا، لازم ما يضربش بالسهولة اللي ضرب بيها المباريات اللي فاتت. صحيح. دي نمرة واحد. فشهاب لعيب مميز جدا وبيضرب يعني تقريبا هو من أعلى الناس اللي بتضرب في مصر بنقطة عالية. محتاجين اللي شهاب يقف، طبعا عندنا عادل وعندنا مهدي يقدروا اللي هما يوقفوه بسهولة. نفس الكلام يعني محتاجين النهاردة خبرات اللعيب زي رضا وزي أحمد يوسف، هتفرق جدا النهاردة انهم حافظين اللعيبة ديت، حافظينهم كويس جدا، وفي نفس الوقت محتاجين اللي احنا نلعب الناحية الخططية تبقى زيادة شوية عن حتة القوة والعصبية، نلعب بتركيز شوية. عايز اعرف الارسال اللي بيتلعب على مين، يعني لازم يبقى دايما انا عارف في كل لفة الارسال بيتلعب على مين. يعني انا شفت في الروتيشن المباراة السابقة دايما بيبقى فيه تنوع في على اللي بنرسل عليهم، احنا محتاجين نعرف احنا بنحدد مين اللي بيترسل عليه عشان نقدر نوقف الهجوم بتاع الفريق المضاد. تمام. يعني يا كابتن عماد عايزه منك كلمه سريعه عشان اروح لملعب المباراه. احنا ممكن نسهل المباراه على نفسينا وممكن نصعبها، ممكن نسهل المباراه زي ما قلت لحضرتك في البدايه بالاسترس اللي بنلعبه سواء من رضا هيكل او دولا او في الارسالات ومعاهم احمد يوسف، وفي نفس الوقت نلعب باريحيه، احنا بطل، احنا فرقه نجوم كلها. فرقه نادي الزمالك ممكن تكسب الماتش بسهوله ان شاء الله. صحيح.